السلام عليكم طلاب الأعزاء، درسنا اليوم هو حل مناقشة نبي الله إلياس عليه السلام. السؤال الأول صفحة 68، ما نسب إلياس عليه السلام؟ الجواب صفحة 67، إن إلياس عليه السلام من ذرية إبراهيم الخليل، وينتهي نسبه إلى هارون عليه السلام أخو موسى عليه السلام. السؤال الثاني، لماذا أصر قوم إلياس عليه السلام على عبادة بعل مع علمهم بأنه لا يضر ولا ينفع؟ الجواب صفحة 67، وكان أهل القرية يرون أن صنمهم بعل لا يجلب لهم خيرا ولا يدفع عنهم الشر، ولكنهم يصرون على عبادته إصرارا بعد أن زين لهم الشيطان سوء ظنهم فرأوه حسنا. السؤال الثالث، لمن يكون التوسل، للخالق أم للمخلوق ولماذا؟ الجواب صفحة 67، أن المستحق للعبادة هو من بيده زمام الخلق والتدبير، والله تعالى وحده من يملك هذين الأمرين، وهو أحسن الخالقين، وهو الرب المدبر لأمر الخلق أجمعين. السؤال الرابع، اذكر الآية التي تتحدث عن نبي الله إلياس عليه السلام. الجواب هو هاي الآية صفحة 68، قال تعالى سلام على آل ياسين. وهذا هو الحل. أتمنى تكونوا استفدتم من الحل. لا تنسوا الاشتراك بقناة تفعيل الجرس.